السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا الأولاني غنحاول نشرح فيه الانتخفاص الأولانية اللي هو لاكاي. بالنسبة لاكاي كاين في الفوق هنايا واحد المنيو وكاين واحد المنيو على اليسر وعاد كاين في الوسط لي ستاتيستيك أو لي زاناليتيك أو ما يسمى بالإحصائيات. فيما يخص المنيو اللي على اليسر هنايا فيه كاع لي فونكسيوناليتي اللي كتجريهم لابليكاسيون من المعلومات ديال لي فورنيسور، من المعلومات ديال الزبائن، من المعلومات تاع المنتوجات لي برودوي، المعلومات تاع المبيعات، المشتريات اللي كيداروا، لي كريدي، المصاريف و البارامتر ديال لابليكاسيون. بالنسبه للمنيو اللي كاين فيه كلشي، من هنا كندخلوا لكلشي، اي حاجه بغينا نجريوها كندخلوها من هنايا. وكما غتلاحظوا المنيو قدامو واحد السهم، السهم مغلق، ملي كنورق عليه تعطيك المعطيات او التفاصيل ديال هذيك لا جيستيون اولا ديالك الاداره. مثلا الاداره تاع لي برودوي كيعطيك على السهم كيعطيك جميع التفاصيل ديالها باش تجريهم من هنايا. نفس الشيء بالنسبه لي كونتاكت ولي فورنيسور ولي كليون لي زوتيزاتور مستخدمين الى اخره. يعني كل وحده تيكون فيها بزاف ديال لي فونكسيوناليتي. حنا غنحاولوا نبداو في هذا الفيديو بعدا نشرحوا بعدا الواجهه الأولانية. بالنسبة إلى عندك بزاف ديال لي زومبلاسمون كتلقى هنايا لا ليست تاع لي زومبلاسمون اللي عندك، بحال مثلا مجازا المسيرة، المجازا ديال شارع السفيه، ديال سيدي مبارك، سوكوما. يعني كل وحدة كتقدر تختار إينا وحدة إينا مجازا علاش نهضرو، سينو كيعطيك كل شيء بصفة عامة. يعني إلا اختارينا مثلا مسيرة جوج غيعطينا غير ديال المسيرة جوج، إلا ما اخترنا حتى وحدة كيعطينا كلشي توتال. هنا كنفلترو بالتاريخ، مثلا عطينا لي ستاتيستيك تاع البارح، تاع 7 أيام دازت، تاع 30 يوم، تاع هاد الشهر هذا، تاع الشهر اللي فات، وغادي. أولا كتقدر تختار واحد لاداط تر واحد لاداط. هنا إلا بديت تفلتري شنو لي ستاتيستيك بديت تشوف أو الإحصائيات اللي بديت تشوف. بالنسبة للإحصائيات هنا إحصائيات سريعة، يعني توتال ديال لي فونت، مجموع ديال المبيعات، الربح الصافي، الفاكتورات اللي ما تخلصوش، المجموع ديالهم، والمجموع ديال الروتور مثلا السلعه اللي رجعت المجموع ديالها بالدرهم شحال. هنايا لي زاشا المبيعات، المجموع ديالهم، المجموع ديال لي زاشا اللي ما تخلصوش، والمجموع ديال التوتال تاع لي زاشا اللي ما تخلصوش. وهنايا لي فخي، المجموع ديال المصاريف. هنا كيعطيك نظره سريعه، هنا كيعطيك واحد الميبيان على حسب التاريخ ديال واحد 30 يوم دازت. هنايا لاني كوميرسيال اولا العام التجاري ديال كله كيعطي لك هنايا على حسب كل مجازا. وهنا كيعطيك الاحصائيات ديال الكريدي، المبيعات اللي فيهم الكريدي. وهنا المشتريات اللي شريتي وفي باقي فيه الكريدي، على التفاصيل ديال هنايا. هنا راه لي خطا السوق، الا كاين شي حاجه ناقصه قربت تسالي في السوق ولا شي حاجه كيطلع عليك هنايا. وهنايا لي كومونتير، الا كان عندك اليوم تدوز لي كومونت. المهم الصفحه الاولى فيها نظره سريعه على الاحصائيات. هاد البوطونات هادو، هاد البوطون الاول اللي يكون فيه السميه ديال هذاك المستخدم اللي داخل لابليكاسيون، الا كليكي عليه تقدر انه يدخل البروفيل باش يشانجي المعلومات ديالو، بحال مثلا نشوفو بحال مثلا الموسباس ديالو، بحال المعلومات الشخصية ديالو إلى آخره، المعلومات الكاملة تاعو من هنا كينشونجيهم. ودائما هذا البوطون الزرق هذا هو البوطون اللي كنأكدو به العملية، بحال مثلا بين نبدلو المود باس كنوركو على هذا البوطون الزرق ميتخرجو كنبدلو العملية. ومن بين الأمور الأخرى اللي كاينة نقدر نبدلو اللغة، بحال مثلا حنا في اللغة الفرنسية نقدر نرجعو الواجهة اللغة العربية، ملي كنبدلوها كنجيو لتحت البوطون الزرق ميتخرجو كنبدلو اللغة العربية. دابا ولا الناس النظام كله باللغة العربية، يعني أو إلا لاحظتو أنه رجع هداك المنيو اللي كان هنايا ولا في اليمن، حيت اللغة العربية كتبدا من اليمن لليسر، وكنقدر أنه نرجعو اللغة اللي بغينا. نرجعو اللغة الفرنسية حيت الأغلبية تخدم بالفرنسية، نرجعو للصفحة الأولانية هي لاكوي من هنايا من كنرجعو ليها. كما قلنا هادو الاحصائيات. هنايا الى بينا نمشيو للسيستيم ديال لاكيس من هنا باش نقدروا ندوزو العمليات في لاكيس.
هنا الكالكيلاتريس الى بغيت نحسب شي حاجه بطريقه سريعه كاين الكالكيلاتريس هنايا. دونك هذا فيما يخص الواجهه الرئيسيه الاولى. فيما يخص المنيات الاخرين اللي كاين هنايا بحال مثلا جيستيون دو زاتور راه كان تنزيدو فيه الناس اللي كيخدموا معنا في لابليكاسيون. هنا كنظن المعلومات ديالهم الكامله هنايا السميه ديالو والمود باس تاعو باش وشنو اللي نقدروا نعطيوه كقدره يخدم بها. مثلا واحد بيخدم في لاكيت, واحد بيخدم مثلا في ستوك في داخل الستوك, كل واحد وقدر هنا كنكريو لهم الكونت ديالهم. هذه العمليه هذه غنديرها معكم المضمون بلا داعي انه نتعمقوا فيها. كاين حاجه اخرى هي لي بارامتر تاعي ما نتعمقوش فيها, هذه كنديرها معكم. هنا ملي كندخلوا المعلومات تاع الشركه والادريس ديالها والتليفون, المعلومات اللي كيطلعوا في التيكيتا, ومن هنا كنجيريو لي ماغازان اللي كاين شحال ماغازا كاينه, من هنا كنجيريوهم. بالنسبه للمعلومات الاخرى اللي مهمه بحال لي كونتاكت, نحاول ندير فيديو اخر بالنسبه لي كونتاكت باش يكون سيباري.